سعيد بحياتك وليش؟ نعم أنا سعيد لأن والدتي على قيد الحياة. بنرحب بيكي معنا في واضح، وبمناسبة اليوم العالمي للسعادة عايزين نعرف أنت سعيدة؟ أكيد طبعا سعيدة، وجاية الجنينة وورد وشجر وحاجات جميلة من ساعة الصبح. لا والله مو سعيدة بحياتي، هسه أني مطلقة. الحمد لله يا ربي لهذه الساعة. على شرك فرحان؟ إيه الصحة وستر، تكون صحة وتكون مستور وتكون عايش بي، الحمد لله هذا هو الصح. نعم أنا سعيد لأن والدتي على قيد الحياة. لأنه عندي زوجة، عندي أطفال وعندي داوم. شنو هي السعادة بالنسبة لي؟ راحة ديال الوالدين والراحة ليا أنا أنا بالنسبة لي السعادة كي تكون بصحتك. الصحة هي كما يقول الصحة هي الصح. قرب من العائلة هاي بتعب يعني كلها بالسعادة. تكون واحد بمرتاح البال. أنا والديك راضيين عليك هذيك هي راحة البال، راحة القلب. يعني السعادة هي حب الإنسان، يكون سعيد مع اللي بحبهم. رأسمالي يما وبابا أخويا، هما رأسمالي أخويا. إيه أكتر حاجة لو حصلت تخليكي سعيدة؟ بصراحة إن بابا وماما يكونوا راضيين عني، وإن أنا كنا بحقق إنجازات في حياتي، بعمل حاجات كويسة كتير. أكتر حاجة تخليني سعيدة تراهم World Peace بزاف دراهم. دراهم هما صح؟ ايه ماشي غير هما، قلنا الصحة والسلم. بصح دراهم تاني كيكونوا بزاف تماك تكون فرحان بالزيادة. اساسا اتمنى يصير عندي رجال زين متفقين من حبات وجهال يمي. يعني العائلة اهم شيء بالنسبة لك وهي ناقصتك؟ ايه اهم شيء اريد عائلة. ايه طبعا. شكرا لك. شكرا.